عندي ابن حمد في جعل هاي بنت مالي يعني إذا بسوا دوية لبشة أبنان في جوتال أبنان إذا كم أكثر يا لما خيبها بشة الصومالية دي كم يجلسة أبنان مش كان أبنان أبنان سوى دوين تعالوا يجلسوا بفيدين بدوية قولينا نمام بدول الكبنادر بريها نمام بدول الكبنادر هي خيبها مكالي بشة الصومالية حقول توقع وزير وزاري يورا من الصومالية بكسر علي محمد جيدين وحاجة الزوكا الدوبي يورا براء فرمان قصة الدولية الفدرالكا صوماليا كوميلقار كشغال محمد دور شغال المدومي أمر نحن جبارك تستمان جري كتر سنة براء فرمان كل الصومالية سيدو مكالك وحاجة الزوكا قيمها عن تلمام الدومي بالمانتور وحين جغالة هاي إنا قرصي كوميلقار الديسو الجيدية بعض سمية قيمها والبالينتا يتذكى بالمقاقة يولي إلى أن يكون هناك أيضاً من المدينة حفلت انقاري اه او المسلة وين ايام قدوميها وحالينا اي ادي ادو المسجد وين كما تعلينا ايبادس قوبتا بحد جوغا مسؤولين صوماليات او كالدوان او وفو مقام كفر دوغارة وحفل ايا امام كير وقاسدي وحفل ايا قولاياشي دولتا وحفل ايا لمان مشتاق قيبادا وحكم غرومة جران وجيدو بحي ايادي سؤال وين تا قدوميها قبل كتابت وهي هذا قدومي الوصول لويه قدومي تابل وايد النحفة لياء وقدوميه قبلك مضع المانتا كهر ان انت نقل شاهو اسموت مغاضو هارك الوصول لوينا يا واهر صوماليات وحال اني كدونا والله الشغين دي السؤال لوين وجيدو انت عطيكو كومنتاي وحد يروك هذا الدورة مسؤولين تصوماليه هو صومالي قبلتاي وايا نتك فرياهو وحولنا كربا الله شغين وكربا إليك عصيان هوتينا نواك هندي دويا تابت وأن إلا يرأيه فرانا أسوى شغيي لنا أقيا هاي يعني وحقبت كيسة حقيقة وحي أسوى قبتي وأنا هنا هذا نمرك لأنتم وحالله إدمالي إنه هو قاميو ما مركان قبل كبراندي وحنا لا نعي سؤالنا هو مدن تابد مرشد والديار وحي ديارو يهين إني سكاهرين أو يكون الشقايان أو يكون قرب استاغان أو يوح الله رأي وحي ربطاني كاكابان وحي يكون رأيهم ديار مرشد قبل كبرادر كالمهر ساكك هو الكوا قادي ويبناك وانا تاقيه لبدا ودنا وانا تاقيه ودنا عبد العزيز ويودنا وانا تاقيه بالعجبة وانا تاقيه وغادي وي هوتيل وغادي وي سي برحديس دات كما اسوي ملايو بحي ايام ابو يران كون يا شب غروقف هو كنت غادي وي بناك ودا تاغين وعلى انا ما ظهر لك غارتو بودا ميدل كو سولا وين تالا لو ما درغن لو ما غايرين وفر ما يتم اي كتمت انت صولو ويسي ايو كو على ما قوي روحايا وعذر كيسا ببارتا قاشاما قاروحي وتان فرضه qaarmay wataan gaashaaman iyo warmo qaarmay wataan mootooyin qaar waxa hor jooga uu sare u shay dhaxda ka hayaan waa xeer xamar hal qof ma isha kama maqan Soomaali waa ku wanaagsan tahay taasuna waxay daliil u tahay rabitaanka bulshada sida ay u soo bandhigeen oo ay u muujinayaan waxaan Ilaahay ka baryaynaa sida ay u soo baxeen iyo waxay ka rajaynayaan inay helaan waxay rabaan horumar in gobolku si dhaqaaqo ma u joogo kasi gorgaaro waxaa goobta fadhiya oo rabaa in arag ku dhigto ra'iisul wasaare hore ay jooga professor Cali Maxamed Geedi imaamada ku jira maanta Soomaaliyo kalma maqno gudoomiye oo baarlamaanka oo fadhiya Sheikh Qadir Madobe waa fadhiya asiga qofkii gobol fog jirto la soo gaar waysa gaar waaya laakiin lama kala maqlo si fiican ay dadku uga soo qayb galaan waxaan leenahay waa mahadsan waxaa hadli doona akhriyada Soomaaliyeed oo shirka lagu casuumay aniga waxaan kaliya ahay qaban qaabadii
إن بس كل شيء بعدين الطهيوان العجيبين وإن كجمهد إنا يا وما زلت يا دلنا هاي وحركة هذا دورا حياتنا مطلقة هاي هي سياسيين دي هي مسؤولين دي أو كلا دولة هذه هذا ما زلت يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدين حسن أفرح وكهد لأي مجعة قلت لك أنك من قابل thank you.
Yeah.
قلياشة فنانينتا دلية دي دلية بربات القاشمان تمام كسوق بقاشات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنتي آدي آدان أبو فرح سنهي معانتنا الكسوقي بقلنو حفل دان بلارن مناسبة كساب سن سودوينت قدومي أقبل بنات اليوم ما ملكيسة waxaan noo arkayaa runtii hormar ee umada Soomaalida ku talaabsatay gobolka Banaadir oo ah sida la sheegay ee magaalmada hadii ah ee in maaragtay sida shacab weynihii deegaanka ayaa u kalhariin macal xukuumad iyo shacab kalsoonida maanta meesha ka muuqday farxadda lagu soo dhaweynayo anagana goobjo u ahano aad iyo aad aan ugu faraxsanahay mudanyaale marwooyin mas'uuliyiin sharaf leh حقيقي ترى يجوا هري ولا شيء جاي تجارة هنصير في عم بوجا هذا لي مسؤولين بدهم وكا هذا نتوري عشان تكن كوكا هذا لين مقدسو عادي معها مقالو ينك عادي كمعها وعاصمة الدل عاصمة الدل وهاي لما تهاي أفك بني آدم كم سوى وهاي مبرك وح كستون نول مرحى لمد معها هو بناك عليه إن كستون لما رمينين حلفر حتى نمرحى لمد معها hubnaha kale ee magaalada halka Muqdisho waa madaxii dalka madaxa waxa ku yaala indhaha waxa la qoray asiga ay ku yaalaan sanka waxa la qoray asiga ay ku yaalaan afka waxa la qoray asiga ay ku yaalaan dhegaha asiga ay ku yaalaan hadii taasna hadii aan madaxa jirin ma jiraysu way dalkaana macaane adduunka dhan meesha naga soo xariiro meesha yani wax kasta ku soo dhacaan oo muraayad ahaan loo fiirsado waa magaalada alxamdulillah ilaahay meel aan soo gaarsiiyay waxaan u soo joognay maxamar ayadoo wajigaan hadda la leeyahay laga diito yaan soo marnay ilaahay baan ugu shukrinaynaa tusaale ahaan markaan ka soo qaado munaasabadii koowaad wixii kale iyo waqtiga xumaad iska dhaaf markii madaxweynihii Sheikh Shariif la soo doortay munaasabadii sanad guuridii koowaad markaan sameynaynay dalka Soomaaliya deganaanay habeenkaas waxaan ogahay annaga oo subaxii aan rabnay inaan xafladii sameyno سيدي يتون حبزو اي غوري انت كان افلر كيس دحدر انت ميشن لي سو تاجي الشباب انت شو استاغين يا غوري كو سو رفته سوين افلت يان رمنا تاسن سو مرني الى هميل من سو غاسي الحمد لله صومالي ده تاريخه بدنا ما خصت وخي لا سو مرو يعني حتى ميشن لي جوغو هو قدومي تاويت وقت في يعني الهي كو سو اديي هورتيس تلابوين بدنا لا قاداي اسبدل بدنا لا سميي صوماليد waxaa la rabaa wixii horteeda la sameeyay in qarto maaragtay yani wixii qofti horta wax sameeyeen in wixii wanaag uu sameeyay in loo sheego xaqiiqdi wax badan la soo qabtay meel fiican la soo gaarsiiyay dib u dhisa balaawday in kasto ahaan laawayaashii shishiyada noo soo dabtay qarax iyo burburin ay dadka joogan Muqdisho hadda naftarkeed isbedel ka muuqad waxaan rajaynaynaa maadaama gudoomiye Thabit uu yahay nin dhalinyaro ah aqoonyahan ah runtii dadkiisa fiican u yaqaanay inay ku sheegeen in wadani ah oo hulkareen uu yahay waxaan rajaynaynaa Muqdisho oo la tartamayso caasimadaha adduunka siiba ku afrikaan la tartamayso inuu na gaarsiyo taasaan ka rajaynaynaa qof keligiina wax ma qabto annaga la nooga baahan yahay shacab iyo ka dowlad ahaan inaan garab istaagnaan annaga la nooga baahan yahay haddii runtii waa ka hadlay mala markii warkiisa ku jiray isaraan waa ku jiray waxa loo baahan yahay yani wadanka marka aad wadaniyada la sheeganaayo waxyaalaha ugu muhiimsan oo wadanka kaaga baahan yahay koo waxa ah koo in markii dalka khatar uu galo inaad difaacdid marka kala khidmadda dalka lagu maamulayo oo dhaqaalaha ah si xaqar la'aan inaad ku bixisid waxyaalaha ugu muhiimsan ay ka mid tahay Soomaalida weligeen anaga marka aad fiirso Soomaaliya dawladnimada basalka xeerka la rabay weligeen ma gaarin waxaad ku garanaysaa canshuur marka la yiraahdo Soomaali waxay u aaminsan tahay wax xun inay tahay bay aaminsan tahay Soomaali oo qofkii qaadaya taa inuu naanti galay bay aaminsan tahay warnimo iyo taas qalad weeye waxaa la rabaa anagu Islaam aanahay canshuur la'aanteeda dawladnimo ma soconayso canshuurtu waxay la mid tahay qaraanka mise taakuleynta la soo ururinayo yay la mid tahay haddii qof la yiraahdo qaraan noo soo ururi dhaqaale soo ururi la yiraahdo oo ujeeddo laga leeyahay haddii inta soo ururiyo meeshii looga talagalay uu keeno wilib ajar ka helaya laakiin haddii qaxda ku cuno ama shaqsi kale siiyo tuug la sheegayo oo lagu cadaabalay kaas waay laakiin haddii si amaanadi la ilaaliyo
أو يعني إسبتال لغو ديسو أو يعني أمور لغو جرجارو هور مركة لغو سمايو كان قاجد دلس لغو جرجارو أجرا لغا هليا مسؤولين توحا لغا باهن يهي عن شورتي لسو غروري إلي دا عنا أمامولان شعب كانين وحا لغبا مد عن شورا إن مد تاقولين تعالي قبل إن اي دولة اللي قرب استاقان أيغن تاسا لغا باهن يهي تاسا دل هلو يا اي دولة مد تاقن قليسا وحا خبا إن عن شيهو سوماليد مركان وحي حالة بدن أو يعني شعب سوماليد دخلوا معها لكن وحي على قاتل وعي جلين تاني يقول اللي يدت وحاكم ده تصالوا عن وفلا بربر كده كان مركو داعي جرياش تن ولا بلغة استي إسبتارة دي ولا بلغة استي استيشم دي ولا بلغة استي دكسي دي ولا بلغة استي مساجد دي لما تعبني مساجد كسبة لغة هري إن كستو جوري لدرس أسيء وقفة بدين يهاي هذا العلم ده وحيو شيك تي مساجد ده خصو تعبان إن أنا كف تعب ده وارك أغنى بيليا هذا اللو شيء اللي هذا كان إسبتال كان نولش هذا وهي استيشن كأمان كأغلب إلى عليا يعني نو سكول أو لا يعني كواسن لما تعبان كروي نساسا لو قدم باو يعطي لي لا كل يوم ساسا لو إلى عليا مرك ولا عليا وحن سوي جدينا يا إن أنا دول نما وأرنى سومالي شرط دخلتي أن سومر نه بربر كنتو نهاي وان سومر نه إيه بورد مر كاتكتي بس بورد أجنبة ثمر كاودتي وانو كفريسين يا سومالي بتهاي ها أدي حتى فريسة لبوليه تاسو حاكين أنا بدك كم هم سومالي بدك في عالم جرو دولة لعنت يا وحاس نو كنتي دولة نو حنكو قاري كنا سد لو جاوا كيس بجري أنا قو تمان تاني مسؤول إيو شعب أنا لو استغني مر كقبل كبنادير أنا سونا وضو قبل كبنادير وامي قال ما لحدي سدارينا دولة دحية إيو الشعبك وحاول دحية سد هذه بمن حير ذي ملقى صوب الله وما مل قبل يا دحية هذا التنوع عاصمتي من كما دام إلى هاي ما أنت نقاف جيء أو قدومية أو أقوني هن أو هم تدعى أو أي أرجع أدوم بدن الصومري لا دورتي أنا يو حن سو جيدين لها سد الله شيء حجر لعان أو أفكري أهين تنتي وهي دردارة وحن واقف لنا وحن وشيء وحابك أما أي مارتي سودوين وحابك أما أي فنانين تيوابري dirdan waxa dhameeyay barbaartii gaashamna inta sabab nagu falnay inta kale war badan weeye markaan waxaan soo jeedinayna aan taageerno gudoomiyaha iyo maamulkiisa aan isgarabsano dawladnimada aan garabsiino dawladnimada aan garabsiino sida hadda ay ugaaska ka hadlayeen maraaqida ka ee dawladda ka hadlayeen ee arimaha tan la sheegay in insha Allah wax maanta ayda oo boqol maalmo la gaarin dawladnimada burburinayna hadii shaqs ku fakarayo waxa la isla qabma ah maana ma yeelayno insha Allah hadii aad ino dawladnimada way laarsanayna dad muwafaqa ah dhahanaga dhigo dad muwafaqa ah dhigo aad atuma sidii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad iyada iyo maansan yahay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka ku meel gaarka ahaa ee يا بوشنارد
بقي هذا الدلك ربي لهاي لعب بوح نافتا قرن ما وح بركة يا غان من الكلوليو قرن ما وح بركة يا غان من الكلوليو أو أن لك لبوبي أبي يا لك قاتو لك لبوبي أبي يا لك قاتو أو أن لك لبوبي أبي يا لك قاتو بالعنت قال لي قام قري كما بدأت طبعا كايا تضرب الدقمات لذا تكون تهيا
تابقلين أماني وهدان نبتكو تامينو إن تشكيل سن إتادة روتينة كو عياري إتهليل باز سو عبايا إمشو تيب سايو تشكيل سن إتادة روتينة كو عياري إتهليل باز سو عبايا إمشو تيب سايو يو تببر شيدان وحله توري لكو أديكتو يو تببر شيدان وحله توري لكو أديكتو تبلغو يي نقحل طباي توق معليانا مكهرة إله توكلة دين تكد إحناو مكهرة إله توكلة دين تكد إحناو هكا تجي تسبيح ذا يديك لغا إيبا لغتوغا كتاقناو كتابك يا سنا وعيت المامانا كتابك يا سنا وعيت المامان تابدو كتاقناو كتابك يا سنا وعيت المامان سنو وحيت المعمار مكة حقنا تبي حالات كان شعبك تاجره كل شدة أنسي اللي سقطها ترى أوفي عناتو لتكي كلا تجنا ومكة لا سقط أوفيها كلا تجنا ومكة لا سقط أوفيها طبعا تري يا لاين واح يا تبي رودس أيا قات تيم شيء كلا وحيت المعيان طبعا تري يا لاين يا تبرو بس أيا قات تيب شيء كلا وحيته ما يعني قرنت فبنتري يا لا يا واحد يا تبرو بس أيا قات تيب شيء كلا وحيته ما يعني قرنت أنا تسليم باه واحد وتهلو كايا تلفون كفلك تاجر تيد إيه كلية كتلا الشغالة دبكاس خاص لو أديكسو تحدث كونك سني وحبذا نوب تبكي يا الكتوكا توكا واي
tartanka siyaasada marba tiimaa ku adkaada xilka marba khafaa tirinaayo khofna waa tirsadaa maanta waxaa loo tiriyey ninkaanta weynay oo taariikh dheer aan sugeenay taa bidcaddaa loo tiriyey asaa tirsaday أنا أسعد وحدي أسعد وياك وكل شيء أنا أسعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا
لكن أنا أقول لك
Wait, he can't.
توستو في مانتال دولة حقاكتو إلا إخاصا كاقا بريلا آقوي في مانتال دولة حقاكتو ودلال إيسا مددي أين هذا إشبرني ولا شغين إيني شريع طبان كمي يعكو ولا شغين إيني حرتي دلنيمو خيمو وحقبر على مسكح إيا مامبا ودفو تاقني آدي آدنا طالبا خاقر نبضي قفها طبيعي لما تشوفك حبي ما تدوني إلي فرماجة خيبة إيا تاقي دمي حمر ما تبسوك كبه لإيه فدي زدح الأس قبل يدخل وضعيه فدي صماريا ويشعون دلتا إن شاء الله حقا نسمى ديوا أبوه هو على هاي لكن حضرة اسم بقى على هاي اسم بقى على هاي وريبا اسم بقى على هاي دعوكو خطوة دورة وشيس حالا اسم بقى على هاي باشا غير وخطوة ورزاق تتكلم عيسا تركي لغير هاي تلي وكو خطوة دورة عبدي الله يحبه وحديدين شيئا يا مر قول لله يا هاي عطبا نانتين دين ديوية أنو بالشرعي حضي أن هرعوني من كردقي مدينة أفرطة يدو السنة دقيتشوه ها ها قعنت أقول التاكتين ها العطبة سكوة الشغي ليسين إسكا وكو قبصو واحتر واحتر إيه هرعو أودن ما انتنا ما انتنا إلهي مرحولي قكينا سو نوين تتابي فرح المصرية من نمالة ولتلك إسكاشية ولكن نمالة يا حوش مصبرك لو حن شعل هاي انا يجي بي وما انت را وهدي الفقرات والله قول الله يسار على يتيم ما على هاي ثاني ومسك كسل حق خرب كدور باطو الاستراحه يسا محل هاي انا حق هذا يكلي حتى ورا بين بين ما يكون قضيه اقول الله اكبر الله إذا هبا أبوه رسولك أمانه أمة الإسلام الله إسراء وذلتنا صوماليا يمنيما أتيا ولا تكلوا قول قول ولا تكلوا ولا تكلوا ولا تكلوا ولا تكلوا إذا مرك الله قد أولو يشعر صدر الضالية ورغو في الله الله أكبر Thank you.
سياسيين تكالوا فراغا بلا
أنا أعلن أن
سيدي كيليا وأنا أدوية وأنا أدوية
ده مارك هرينا نقص الترام وقران كرا مدام عن صومرين نباتوين بضم قفولي بقو صوماريين وشول ولايات اللابوين كالقاضم حيث من كرا وحن قروب شارين آيا كلية شقوين كان قبرينو أمية دو ذكره تهي كو سيدنا بدلين نوهر الله سيدنا قالها لوكو بحن الله سيدنا باقا ممتدى لوغا ساري لاتت كصوماريين وقو بدا بليرا سيدنا دنيو دو ينو احترام له يستيد أنكو اسكو دومن أو حل عقل أنو الحساب من هين دنيو دو إيه دولو دو هدرسك صوماليا وحايلة هاي مانتا فرصد وناكس فرصد داس وناكس إن أنتك صوماليا تقو ودفا إذنه وواجبات مصار هذه فرصد دان أي أمد صوماليا حدانا كبابا أمد صوماليا إلا هدوان أولا حساب تماري فرصد دان هذه أمد صوماليا كبابا هذا مركا عرورتا يهو يوينكي بياشا قاجل وإلينيش أنا مدير هاي مسؤول استاجنا. عن كفر صنايع إن كفر مرينا دن تجار كراه دن تبو. عن شيء يا هذه دولة تبي تلاقو يربيه مرقة. هذه أمن الوهجة. هذه شغل أبو. هذه عن شور تلاقي كذا شعب الصومالية يبقى تحت مجال المتوش اللو معمولة حدارة. هذه الدنيا دي بلاودين إن احترام أقبل بقى الصومالية نرشى حتى أكدر نروك في حال قرائي دولة نبال إن لقى بقمة هذه الدولة تهي 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 دولة نبال إن لقى بقمة هذه أن سيد خرقو سيجرنو ودفتين إن أنا إيماني نروك دول تيخر سيدة كلية عن سيدة فرسين كنت دول مركة أوفيد بكرنا وأقبل سنتين إلى إتاين إسبدل الصمي إسبدل كالسي مركة من مرأة أوبا وحالة دي كلا بعض بعرين أبديار تهين سنسول كبنات كو إن أقايب كان مخلطان إسبدل كاس كنتين التلوين كي تلك الوهر مريبان لابو إن أقايب كبير بستاكتان مقالة مقدشة تدكو دي مركي اسي مادان وعي مدوبان وقدومين هو دي كلا بستاقان وحيث سالو هي شعب الصومالي انتو دي وعن روا عينا دين شاقو وحتى فراروقة اما حبسئة هبيرات كان دل كان كمسرع دل كان هو خمرا يا ميلا دو ناكسل حكومة دي دو حي جرتا انكير لمفروض أول بقى أشقي حكومة ديننا جناية إلا أبريل مشاركة لوالسية أما وقصص على زوجة الحكومة دو أدول بقى أشقي سي مشاركة لفحسي أفر تبرود ولا صوت عفي كلية وحي كتب جميتا إن أن إلا علي أمانة لأدول ديوتين وحي بالله وضي حكومة ديني كتبت صغر إمان أمني كتلابوين حصل بعد ركتان معلوم والباقي اللي استاجينا يا بابور تد صوماري فرحنا حلقة في قادة دونا تلابوين حصل بعد ركتان عشور في دلك اللي قادة إني كررتي وإيه كررتي خصنا الدولة اسم مشارك الوقوبة بعد ركتان الدنيا ده قاب في نورة تقوم جنين إنه يسوقف بحيان تلاقوه هنا إنه يحسك بدل الرمان وهذا ركتين دريد إنه يديارو تهي إنه يخش قيسة تلاضو مدو صومالي ومبتهين حكومة دي إذا كنت أيها الكتوك التهي إنه يسلع حسابه حدي أن ربنا إن أنكب إحنا دباطر وإن أنكل إحنا دريجات دباطر نكي سيدا سلاتي دوحاني كحط صناعي اللباء أخير كو سيدا أمونا أكثر أو أدكوه لكثير هذه أتهين غير البنات حقوق أتبا نيسان وحيث هاي إهين كو اسكت دوبان إلى أتقرأ بستاكتان مامو تدور كبنات
وأنا أرى
فنانين تيغرقوا نحر كان لون شيك و
soo dhaweynta gudoomiyaha isla markaana duqa magaalada Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed oo runtii dad badan ee garanaya ay wax badan minaha ay ka sheegeen anigu intaan ka aqaano waxaan ku taageerayaa dadkii iga horreeyey qoladayadan suugaanleyda ahu dadka ama Nigerka marka waa cabirnaayo adigu iskaan baan saarnaa waxaan isleeyahay qabaa in sifooyinkii hogaamiye looga baahnaa ayaan aaminsanahay anigoo aan islahayn waa un meesha lagu soo istaajiyey balse shacabka Soomaaliyeed horteeda waxaan ka leeyahay Thaabit intaan ka aqaano waxa uu leeyahay tayada iyo qualityga qof mas-uula looga baahan yahay waa nin simbala oo aad iyo aad kanaha sidaad u arkaysaan hadda xafladaad ka dareemaysaa kuraasta la fadhiyo dadku inay isdhex galaan way u leeyahay marka waxaan codsanahayaa in siday tahay loo taageero inta markaan ka gudbo magaaladan xamar iyo anigu xusuus badan ayaa naga dhahaysa lagamana hadli karo 2012kii baan dib ugu soo laabtay 30 sano dabadeed oo aan laaji ahaa 1950 habeen ayaa dibadda joogay waad garan karaysaa ilmahaygu khayr allaha siiye oo inta badan iyaga aan fasax ka qaato markii qarax dhacaba waxay yidhaahdeen aabba wixii aad ka heesi jirtaa kugu dhacaya maad soo baxday marka waa ciyaalka hadba sidii loo koriyay ku xiranta waxaan u sheegaa aabba joogitaankaygu macno weyn buu ummadda ugu fadhiyaayo waxaan u ahay tusaale maxaa yeelay iyo jacayl aan magaaladan xamar aan u qabo oo innaba ha yaraatee adduunka meel aan ku gami kara ayse jirin iyada mooyaane marka waxaan ku eri aabbe 1999 habeen ee aan qurbaha joogay habeen aan xamar seexdo ayaa igaga wanaagsan waa 1999 marka waad dareemi karaysaan waxaan isku nahay magaalada iyo dareenkeeda markaan soo galahayaan waxaan waa maanta waxay ahayd maalin maanso iyo maalin shirib magaaladan jacaylkaan u hayay siday ahayd waan laygu soo dhaweynahay ayaa waxaan ihi magaaladan jeclaaye sanada ka maqnaayay muddo aan u jeelaayo maalmahan qaxootiga ku ahaa madluunkee marna kuma hilmaamine qayla dhaanta maansada tii aan ka marayay Muqdishoy macaane markii aan dib ku ig waxaan leeyahay reer Muqdisho soo dhawaada mudane meyer soo dhawo waan leeyahay fanaaniintii heesaysay nuxurku af soomaaligu waa tix iyo tiraabu wey hadalkuna wuxuu ku jiraa suugaanta heesaha dhammaan la tirinahayay haddaad dhegaysataan waxa ay ka hadlayaan wax fara badan waxaa ku jiray heesan ereyadan ka qoray intii la heesahay lama huro nin geesiya sida geed harweyn baa lagu soo hirtaa waxay muujinaysaa geesiga inuu yahay Thaabit waad arkaysaan indhahaygu waxay qabanayaan meel hoolka la fariistaa ma jiro marka mudane gudoomiye dadka iyaga ah waxay meesha u yimaadeen waa dareenka iyo jacaylka ay qabaan waxaan kaloo ka helay oraahdii ahayd Thaabit cadda taajka sitee yaa taqaan waa laga tagay imagine waa waxaa dareemaysaan micnaha oo aada arkaysaan waa nuxurku wuxuu ku idil yahay waa suugaanta iyada mudane gudoomiye ayay haddana yidhaahdeen mudane gudoomiye waxaa tahay duqeenni magaalada noqo kii la mahadso waa nuxurka micnaha ayaa isna ku soo ururahaya dhan kale haddaad micnaha aad ka eegto oo dhankan muxuu ahaa shiribkan isleeyahay bal adiguna uga qayb galaya waxaan leeyahay Thaabita waxde waxa weeye waxaan maqlahay talada ayaa laga hadlayay marka xarafka taada ayaan aniguna isleeyahay bal maad inaad shiribto soomaalida xamar degan macnahaad u sheegta baan isleeyahay moogta Thaabita
وهذا على جرينا يشجع هي واحد مدة سوالي يشجع هي واحد موشين اللي ترى اللي يرانا اللي ما ندرس سوالي هذا كين يترى الله يرضي واسكا ده كان سوشيال ميديا ده قرب جوك تو واسكا جرنا يسار واحد كلام هاي نفسه بيحبر كلا صوت وصو مركا تا واحد لاي هاي أرين جرتما واحد لاي هاي إنت سلوك كوتشرو أما ها ت قدو مياه قبل كاسوم أما الدولة دبا حكمة ير وعن روتي هذا شو على هاي أي جرتون ده كان لو ده أو آه يا وحالي ده كيا وي ما أقدر ده كوا حالي روح وي ما أقدر وفك شاه أنت أنت مغايدي ما هذا شاه دلبضة شاه أنت لوسو وده ويتو كام قبل أما ويل كوسو وده وسنو كيني إذا هذا شاه وسكرتا كوي رجع لي وحال لي يا برك بلويكا فكر كقبائل دولة تون سد هذا بلود جرتا أيسن ولي وح قبل برايم نيستو كلام بلود يقدوميه بلا وحال لي شاه أنا دمنا لي هاي وبلا توفيقات بعد ما شد أنت هذا اللي قلت أنت هذا اللي قلت في الحلبان يا رجع المحل لي هاي إلى ده أنكر ده هاي إلى ده تقولون هاي شو ها هاي مركب ايش تسوي الله وهاي هاي وهاي هاي تقول يجي أنا ده أقاري أرده هالمر وش يجي تابيد عدا تابيد عدا تاج كلا ساري تابيد عدا تاج كلا ساري تابيد تقولي تابيد تلو وأودن ته تابحنا لقد ريدان ما ساس ما هنا تابيد تلو تابيد وأودن ته تبرنا نعار ريدان ما تلو نعار ريدان ما يبحث بسوا دويني يا His Excellency Xildhibaan Cabdi Xakiin Macallin Axmed Maalin Xukuumadda Xildhibaanada sharafta leh Asalaamu Calaykum Waraxmatullaahi Wabarakaatuh Raalli Hal Waxaan rabaa munaasabadan runtii waa munaasabad aad u qiimo badan maantay intan waxaan dhihi karaa daan u malaha intaan oo kaleeto meelay fadhiisa welibaba soo istaagin aad ay u tiro badan yihiin dadka munaasabadan ka soo qayb galay marka hore hambal iyo guddoomiyaha cusub iyo ku-xigeenadiisa waxaan rabay inaan marka laga hadlo maamulka wanaagsan iyo hawsha wanaagsani fureheedu waxa waaye is-aaminaadda iyo kalsooni siinta waaye marka maamulka cusub ee lasoo dhisay ee guddoomiyaha maxaa la yidhaha gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho taabit uu hor socdo dadka soomaaliyeed dhammaantood waxaan ka codsanaynaa horta in kalsooni la siiyo ay ku taxarumi karaan oo laftirkooda shaqada loogu talagalay inay qabtaan ay ku qabtaan taas horta aaday runtii waxay u tahay muhiim dhammaanteenna waxaan codsanaynaa inaan isgarab taagno si aan u gaarno sidii ra-iisul wasaaruhu sheegayay ra-iisul wasaaruhu sheegayay hadafka la leeyahay si loo gaaro waxaan rabaa inaan wax yar taabto aniga arrinta ku saabsan hadda iyo waxaa laga hadlaayo iyo nairobi iyo xildhibaanadii annaga xildhibaanaa nahay baarlamaanka federaalka ku jirnaa ficlan ma ogin wax hadda saameyna ama culaysa oo xildhibaanada jooga nairobi madasha ku yeeshay ama kutlada ku abuurtay guddoonka samaystay guddoomiyaha wax culaysa oo hadda ay sheegeen oo ay ku hayaan dowladda wax dhibaataah oo ay sheegeen inay dad u geysanayaan ma aan ogin laakiin dadka soomaalida ahna tafsiir ayay u sameeyeen iyaga laftirkoodana hadalladoodii waxaa ka mid ah inay wax saxayaan oo ay rabaan inay wax saxaan ani waxaan isleeyahay marka meeshan midda ku jirtaa waxa waaye intaada wax sixin waa inay wax khaldamaan waa inaad sugtaa inuu khalad dhacay waa inaad hubtaa inuu khalad dhacay markaas kadib aa wax la sixi karaa la khalad sixin karaa wixii khaldamay haddaad ardayga u keento waraaqda uu imtixaanka ku galaayo ee intuusan ka shaqaynin indhihiisaan ka arkay inuusan aqoonin aad tiraahdood ka qaado cadaalad maaha waa inaad sugtaa inuu imtixaankii galo oo wax khaldo kadibna natiijo aad soo saartaa marka si guud xildhibaanadeena sharafta leh ama dalka ha joogeen ama dibadda ha joogeen waxay mudan yihiin inay dowladda waxay ku leeyihiin ilaalin ay ku leeyihiin shaqadeeda sixitaan ay ku leeyihiin in la hubiyo ay ku leeyihiin sidii saxdaheeda loogu talagalay inay xukuumaddu u shaqaynayso howlaheedu inay u socdaan laakiin fulinta iyo yowmiyaadka iyo shaqada soconaysa waxaa loo doortay madaxweyne waddanka waxuu magacaabay ra-iisul wasaare baarlamaanka ansixiyey xukuumadaha jirta maamulkii gobolka banaadir oo hadda aan munaasabadiisa joognaa jira iyo kuwa lamidka ah dadka shaqada fulinta haddada iskale xildhibaanku ma laha xildhibaanku wuxuu leeyahay kontrol iyo hubid uu leeyahay shaqadeeda marka markii wax khaldamaan aan sugaynaa markii wax khaldamaan aan saxaynaa ma ku mujaamalaynayno ama ma kadhallaabayno haddaan aragno ra-iisul wasaaraha oo aan sidii la rabo wax u maamulaynin musuq maasuq iyo aan lala dagaalamaynin dowladdii iyo maamulkeedii iyo shaqadii laga rabo sidii la rabo aan u soqonno haddaan aragno
مكم مجاملينا لكن وحا قصر إن هذا وقت سيسو إن هذا أقلات إنه قفو شقيه سوو أخلطو هذا هو حبال قبنين أو لشقينين أو حبال سمينين هذا هو نسي حكبتي واحد سحلانا مجران اللي باندو حيمان تديارو يهين إنه شغال لغه ربو يدد كودو كو آمنين إنه سميان أين قطان واجب كودان أي قطان عدة كالياتنا واجب كي شغال أي لاذا هاي يكو قدريان اللي بانك وزير نقضي يمان تحكومة دا كجرة شغفو لنيادو قلي سوى شغال يسي هاي لكن أنا أقول لك أن هذا المشروع هو 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 قدومي هيجي حلبان مانتا هي دمان حلبان ندا لولا أقل مانتا شقيا هي كوي هروس وشقيا ما تحت غمادة قاب تفديا كل قاب ما قاعد هو بده ينور إيمان محمد يوسف أبو ندا حسن قول وده أنا وقام بانو لا يهجارا شرف وين أي نوتا مانتا إنه نقل سوقيب قالوا شعبك شرف تبضن ترى ذا مانت كسو غيب قلع سو دوين تقدوميها أنا دوغة مقالة هي كوحقيني دي سي حقيها قود بحضة صحافة هوبالة وابري أو مانت وعد رديقي يورب جاي ومغليسين شمس شومي يا دمان مقعيض مو شاقي كارو إيو انتي سو أبابو شي يا مدحضو دبا gabdhaha Soomaaliyeed ee maanta wacdaraha ka dhiga goobta saraakiisha ciidamada qalabka sida dhammaan siyaasiyiinta iyo intaan ka tagay raaliga ahaada waa idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa iguna jooga howl wadaanada dowladda qaybo ka mid ah intaba lama iloobi karo mudane guddoomiye maanta waxaan u maleynayaa anagu waxaan ka qayb galay dhowr jeer gudoomiyaal gobolka Banaadir oo la soo dhaweynayo maanta waa ka duwan tahay sababtana waa sheegaya ma aha inay xumaayeen ma aha inayna wax qaban laakiin waxay kaga duwan tahay goobtan maanta waxaa amiray gabdhaha Soomaaliyeed sababtana waa maamulkaaga oo laba gabdhood ku jiraan madaxdooda maxaa ragula aamusan yahay حسن قولة دور كيسين حصوصتا وحي لها مسيهن قبل قبل كبنادر مدحكاهن أركي جنرالي أبيهن وكهدي نيسا هير كستار قبل كبوه نيسا ويا وادا كيس مانتا شرف كأي كرامة إيا كوكسو دويين انت أكدب مامول كاغا عصب آد بالوغو هنوية ثابت عبد محمد وأقول يهن كسي فيسان دمان سفوين كما لحتني بلا كرتها هاتو أقولها هاتو احترامها هاتو فكر أو كفكر ينو هرو مريا شغل اللودي بتها هاتو انت أقول أنا أقول يا هوانة تجاب سيه وما أنت كو غما إسقى إيه كحاجة ندي سيه حبايا هجود قبل ده يهر فندا ما هو ليش بدنا موين لكن مسكح لي ذا يا كل جود بقى وأيدين هم بليين يا كلين إلهي هيدن كقوله يو حل كلا يدين ديب وحنا باين أن تاب تخل غضب أو أنا أنت أنا إلوبين وأم هاد علنينا ما دخل حشيء صوم جعوضي ملحوين محمد عبد الله فرماجو هي رئيس الوزراء هيسا ويو وقت مناسبة أيه جامية مناسبة وصل بين قبل كبنات waxa looga fadhiyo oo maanta loogu sacabtumayo loo hambalyeynayo loogu heesayo loogu gabyeeyo oo xigmadii oo dhanba gabay iyo shirib iyo hees lagu gudbiyay mudane guddoomiye sanadka sanad guuradaada koobaad waxaan ka rabnaa maanta magaalada Muqdisho meeshay joogto meel aan u dhaweyn aad gaarsiiso waa hola hadii lala shaqeeyo ballanqaadka rayisul wasaaraha iyo madaxweynaha waa maqlaysan iyo xukuumadda haddii shacbigu la shaqeeyaa ka awood badan shacbigay ku xiran tahay
inuu ku guuleysto hawsha loo dhiibay oo aad maanta dhan ugu ducaynaysaan oo ku aamaneysaan gudoomiye waxaan laga rabaa adiga iyo maamulkaagaba shacabiga u ooman dowladnimada gobolka banaadir u ooman caafimaad iyo waxbarasho iyo nadaafad inaad hal iyo habeen ku fikiraysa aniga oo og in lagaa helo deg degna lagaaga arko astaamihii isbeddelka magaalada muqdisho iyo gobolka banaadir waxaa intaa ii dheer maamulkaaga ka ilaalinta fararo sidoo kalena fariintaas waxay ku socotaa madaxda qaranka dowlad maxaa u roon dowladnimo maxaa u roon maxaase u daran in lays weydiyaal rabaa dowladnimo heerkay rabta ha ahaatee waxaa u daran tafaraaro waxaan ka codsanayaa mar dadka wada jooga oo dhaqanka ah siyaasiyiinta ah sidoo kale ayagan inay intaas ila barmoodgareeyaan ama intaas ila weydeeyaan oo kambaniga ay la fadhiistaa in ahaan sida guddoomiyaha u sheegay toddobada qof maanta afartaday toogda buuqa iyo sanduuqu dhawaa gaarameysa meeqaasiisa waa inaad toddobada dilmaan kala gaartaa ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo soo dhaweyntan diiran oo la ii sameeyo loo sameeyey maamulka saaxiibaday ah markaan isugu timid guud ahaan dadka hadal badan maanta inta aan ka sheegaya badan ma jira dadka iga xigmada badnaa iga aqoonta badnaa iga wayaaraysanaa iga ducaysnaa ama iga fiicnaa ayaa runtii intaba ka hadlay oo uu ku jiro imaamka iyo dadkii la mid ahaa waxaan rabaa inaan qaybta ugu horreysa ku bilaabo waxaan la sheekaystay dhalinyaro wiil aad ku yaraa wuxuu yihi marka wuxuuyii waxaan rabaa inaad dhegaysatid hal daqiiqo waxaan ku yihi waay wuxuu yihi aniga inaan wax bartaan rabaa abbaayana inay tanisaan rabaa war halkaas ka camaysa wuxuu inaan wax bartaan rabaa abbaayana inay tanisaan rabaa bulshada inay doorasho caddaan rabaa banaadir bilicdeeda in la soo celiyaan rabaa muqdisho xuquuqdeeda in la keenaan rabaa baarlamaanka in la barakaystaan rabaa wax kasta masnaa lala socodsiyo duubabka in la boqoro oo la ixtiraameeyo la karaameeyo ayaa rabaa aqirkiina wuxuu ku gabagabeeyey wiilka ayaa wuxuu yidhi adiguna duca dabtaa marka waxaa rabaa inaa ii ducaysaan intaas kadib baarlamaanka waa saaxiibadii waa barakaysanaya insha allah intaas haddii aan kasii gudbo waxaan rabaa si kooban inaan u mahadceliyo runtii si ballaanna ugu mahadceliyo dhammaan ummaddii soo qabanqaabisay xafladda soo dhaweynta ah ee intaanoo qof iyo dad badan oo bannaanka joog sida la ii sheegay ka soo qaybgaleen oo aan dadna soo quraacan runtii hadda ilaa waqtigada la gaaray waxaan rabaa inaan ka sheegaa anaga xataa ma soo quraacan saas ogaada marka waa idin la qaba waxaad qataan waxay tani tusaale u tahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka muqdishaaga inay diyaar u yihiin in hore loo baro oo wax badan la qabto oo dalkana hore loo sii socodsiiyo waxaan rabaa arrimaha kooban inaan halkan ku soo bandhigo sida muraayadda magaalada muqdisho dadku way isweydiiyaan muraayadda magaalada muqdisho waxa weyn maaha muraayadda magaalada muqdisho waxaa ka mid a muraayaddu magaalada muqdisho waa manuuka oo kale waa maki xaaji banaadir oo kale waa yurubiye oo kale waa maxamed xasan barre oo kale iyo wixii lamid ah muraayadda aan rabno magaalada muqdisho inay yeelato dadkaasi ku koobanya tusaale waxaan ka wada intaa qof walba oo muqdishaawiya marka la weydiiyo maxaa kaa muqdisho dhawalka ka yidhaahdaa muraayadda muqdisho in la soo celiyo dadkii iga horreeyey si xigmadaysan uga hadleen oo runtii iga aftaansan waxayna ku kooban muraayadda muqdisho inay tahay in dadka xuquuqda ka maqan ee muqdishaawiyiinta ah si siman oo wadajir ah loo baahiyo waxaan rabaa inaan ummadda halkan oga caddeeyo waa sax xuquuq way naga maqan tahay hadalkeenaa wiilkii oo intaas ii sheegay oo yidhi banaadir bilcada in laga shaqeeyaa muqdishona xuquuqda inay keenaan rabaa bulshaduna doorashay rabtaa wax ka weyn maaha marka intaas insha allah anagu aragtideenna oo dhow oan ku shaqayn doona insha allah waxaan rabaa
إن أحقي جدتك إن مجالنا هي استهشو إن مثلا وما يسترم إن أهشو ويستهش مجالنا دتك هذين ويستهش لكن إن حقوق أصل وجهلا أساسا ما هو عن هو حقوق هي دتك حقوقهم إن الله لو حق أساس ما هو عدالة عدالة دو وحسهل الماء عدالة الصومال عن الصومالية واحد بدل أن يذكر عمل عدالة لغة المعنى لكن هل تصاروا حقوفنا لنا ذاتك و بوقة كتاية عن مغلافات كتاية عن مرن كتاية عن عدالة بلد كي تفتبوليها لك أنا هيستو أما قول إسلام اللي تقيني هاي أما مرحلة أدو للبضل واسقوق صلى الله عليه وسلم ونفهم كي لو قدرت وحنا ما باشا أنا كشي أنه كما مدور بلاد الأمان إلهي إذك سبحانه القرآن أرمه بديه حكرا بإسناده هوي ناده مضحى هذا خف مسكين هذا أود هل هذا يسمى هاني إلى إلهي إذك سكتب تقنو وأن مقعونه أن شعيره إلى إلهي خف كبني إسلام مير دقير أما خف بركو هيست ما أنت فرصة لغو كرامي كراهيستا بنان أصوبة ضد وناسب وهو كرامينا الموجود خدادة مينا أنا عدالة سوالي بطيئة إن شاء الله وحصورت أدنت عدالة وضدك نفتك وليكان لا إنع أمني أمني وحى أساس وإنع عدالة الأرض ويلي يربع إلها الله سيكون وحن يقول لي وحن ربع السؤال وهو الأب يا بنت وضدك حامل دقنا وحن يقول السؤال فوضي يا رمينا كويتية جوابة قائلة بحن وحن يقول حيث أسواشا وعلوين هو يضع عريش على سنس مدى بوفضة دبس هي أبها بيها قضاء نكا عن شوقاتها وصوء أركاري نكا وحقا حين يقول الموسم أنا محل سرع في العجل فالهار بس في رسالة نكا وحقا حين أو قاري انت هل يقول سود وحيني قراش ديني سود سكسو حالي تبقى صوت ديارني انت إبادة حدنا ما قماضي محلو أكل وعليه سو سؤال بجمع خوية الموفضة تبيسي وماش إيه جوت أن أبن هنا كي عن شوق هذا هو أحكا مو أحكا متكاس وحدا حكا صبع وحنكوه يبركا ويلك يا رب حنكوه يروا بعد سنت هاي خوية داس إليه إذن كي سوحي قادس إليه أيضو عن شورت أركتو كان عن شورت قادة أنا كم أحكا حين أبوه إن شاء الله تعالى صوت وتصويني عدالة إن شاء الله أنيقا مسلمين دمان تصارا أنا كفر إلي سنة فرصة دار محيئين تاي واحد قولي أو سي قولي إيه تعمل يسوى بس يا موت أنيقا وقام قدش المقالنا أكون أبو عالي عفض دينا الوبرية قدش وحيلو دا يبضعينا السؤال لك قدش الوبرية ضعين فرماجة حدنا تاوحا مسلمين إيسي دا إنك صدق مجالنا لإنه الله لكن هذا هو معنى إيطالية والله يرى أسكر حسابيا لأن يرى الصومالية مدد وحي كتام عليه وإنها المعلوم والمعنى بهجان كما قبلنا ضد ما هو إنه قبطا لقام هذا الفرصة دينا لقام هذا الحقوق دينا ما أنت أنا مسؤولين إسعار وحيطة وحسك على هذا نفسي مثلا لأن يرى الصومالية قال هم تكون مسؤولين وحنا من الناس دول كله هيك سيدنا نوع إن مجالا من مقدسه يكون كان بلاد الأوهرة مع الكش كفلا والقف والقوة جوجا الجودها جوجا إن السي ونعسن هدي شركة كل هاي إن هدي هذا الرأي الأوران إن هذا الشيء ونعسن لا موجودنا لكن شروط دينه وفسانته مركز تمام فسأ شيء لو بعيد ليه قف كستو إيمان يدل كمال الكش مجالها مجالا من مقدسه أما قوة جوجا شق أول سمينا أنا الشروط دي أنا وسهلتها. شروط دي أنا وحيتها هي هدي أقبل قف شغالة سينس أو شغالة سينس. بقول قفوت وأنا تضمين توقف دي من مجالنا من قوة بلاد السيس ما هو بقيسها. والشروط الحمد لله عليها. صوت وحيتها هي دقمو البقوة ماشان كنت على مور في بلاد حق أولها ولوكينا في المليس أنا شكرا بس. مدى لبعض وحيتها هي استحقل مشاكع أوروبا. والقف كإمالة كحلة مت كاران كيمي مت شنغاني كيمي مت بوندان كيمي
إيمت شيء مسكين مرك أي حال كم من أول الشغيان صدي بوشيسين ما أنت إما قانون تلوب بعنا علم تلوب بعنا أخلاق تلوب بعنا إيو كبر أنوي نخاف تلوب بعنا إلا جيل أبوك صار تلوب بعنا وهنقعد سنة يا مر ضد كبر الجو وضغطة سياسية سيدو كان رأيك أن أنت هاس إلى برمود غريان أما أنت هاس إلى مغيريان وكان بلغ إلى فلسطين دهان سيدو قدومي هكو شيء تدبادو قفمانتا وارتدوي توقي دموقع يصدوك دوا قارب يسميه خاسيسا وعين تدبادو في المكان لكارتا وقدم بيتي وحر رأينا كما هد عليهم سوى دوين تنظيرا ولا يسميه لو سميه مامرك ساحي بضيئة